حفتر يخشى من نقمة تدمر شعبي نتيجة الأرقام المهولة، نتيجة نقص الخدمات والإعانات، الجوع، الكهرباء، المياه، المرض، الفقد. هذا في التصور الأمني للمجموعة المدبرة لحفتر، طلبت بضرورة وجود دعم خارجي وتوجيه رسالة لأي حالة تدمر أو تمرد عليه. وبالتالي الجهد المصري الموجود الآن يمثل حالة دعم أمني أكثر منه حالة إغاثة للشعب الليبي، بل بالعكس حجم ما قدمته دول أخرى هو أكبر بكثير مما يقدمه السيسي. وفي خصوص الإعانات دعني أقول أمرا سيد معتصم، نعم، على الليبيين أن ربما يتوقفوا عن الإعانات الغذائية، عليهم أن يفكروا في مطالب رئيسية لأهل درنا الآن. بحسب ما سمعت وتكرر حتى من مصادر عدة، الأغذية الآن تعتبر ممتازة الحالة. هؤلاء الآلاف من الأسر، ويقدر البعض بالعدد حوالي بين 40 إلى 50 ألف مهجر الآن بدون مأوى. هؤلاء يجب أن تفكروا يا ليبيين، إحنا الناس العاديين بمعزل الحكومات، إنكم اللي تقدموها تدير شيء لهؤلاء للصمود والبقاء، مش أكل وشرب. الأكل والشرب سهل وبالإمكان توفيره والآن متوفر. أنا عجبتني ظاهرة نقل البيوت المتنقلة، حاولوا في هذا السياق، هذا الخط أفضل. البيوت المتنقلة، إمكانية أن البعض يتبرع ببناء منازل سريعة بشركات مقاولات محلية، ببناء مخازن كبيرة لتخزين الأدوية والمعونات، ربما هذا مجدي. لكن المياه والأكل هذا الآن فيه وفر جيد. الأدوية أيضا تتكفل بها بعض المنظمات الدولية والمخازن المحلية والهلال الأحمر والصليب الأحمر الدولي. فأنا أتوجه للأخوة الذين يقودون حملات إعانة أن يسمعوا أهل درنا ماذا يريدون للبقاء للصمود. أمامنا فصل شتاء طويل ومطر وصقيع، هؤلاء الناس بلا مأوى، أين سيبقون؟ إذن علينا نفكر في السقف، في السقف الذي سيأوي هؤلاء، بينهم أسر، عوائل، كبار في السن، أطفال، هناك عام دراسي، هناك أطفال يحتاجون فتح المدارس. عليكم أن تتدبروا أمورهم. الأكل والشرب هو أسهل مشكلة يمكن حلها، يمكن حلها وهي الآن شبه محلولة. لكن هذا هو المطلوب، أن يبقى أو نعيد لهؤلاء الناس ويتأهلوا للعودة للحياة الطبيعية دون شعور بأنهم في حالة فقد، بدون مأوى، مهجرين، مشردين. نحن على الليبيين أن يوفروا لهم هذا، وهذا ما ينبغي أن يقوم به هذا التضامن الشعبي الذي نراه اليوم بين أهلنا في الشرق والغرب والجنوب. نعم. وهو مظهر ممتاز ورائع للشعب الليبي، نحييه. وسمعنا أصوات من المنطقة الشرقية في منتهى الروعة وفي منتهى الوطنية وفي منتهى العقلانية، وتجاوزت حفتر وأبنائه وعبرت عن مكنونها الوطني ووجدانها المملوء بليبيا واحدة. وهذه المشاعر الوطنية التي نحتاجها من أهلنا في الشرق، والتي ينبغي أن يواجهها ويقابلها خطاب وطني ووجدان عالي من الليبيين في غرب ليبيا وجنوبها. على الشعب الليبي أن يقطع الطريق على القتلة والسفاحين والسراق، وأن يتوحد وأن يتضامن وأن يقف سدا واحدا معا ضد هؤلاء الذين يحكمونكم بالحديد والنار من السراق ومافيات السلطة وبيادق مأجورين. أيها الشعب الليبي، أنت ترسم صورة رائعة للليبيين، العالم يتابع هذا التضامن الليبي، فاستمروا فيه ولا تخشوا أحد، وواصلوا بعضكم وانتقلوا للشرق وانقلوا المعونات وواصلوا أهلكم وأهلنا في الشرق.
واصلوا أهلكم في الغرب واتصلوا بهم وعبروا عن حبكم لبعضكم وحبكم لليبيا، وتجاوزوا الأصنام وتجاوزوا الأوهام التي زرعها هؤلاء الظلمة في قلوبكم وأوغلوا بها صدوركم وشيعوكم على بعضكم ورفعتم السلاح لأجل أوباش وأندال وقتل مجرمين مهجورين هنا وهناك وفي الجنوب أيضا. ارفعوا اسم ليبيا، تضامنوا لأجل ليبيا، لأجل أمة ليبية واحدة، رغم كيد الفاسدين، رغم كيد المستبدين، رغم كيد الظالمين، صناع الحروب، سماسلة الحروب، أصحاب الصفقات المشبوهة، أنصار التطبيع، أنصار البيدقة للخارج، عملاء الأجانب، من ارتهنوا مقدراتكم وباعوا ثرواتكم وفرطوا في الإرادة الليبية وفرطوا في السيادة الوطنية. أيها الليبيون، هذه أيامكم وهذه وقفة مع ضحاياكم، إنها أرواح عزيزة، عليكم أن تكونوا بمثل ما قدمت وأن لا تمر هذه الضحايا لهؤلاء السراق ليستفيدوا منها ويلتقطوا الصور فوق الأشلاء فوق الحطام ليصوروا للعالم أنهم يرعون الشعب الليبي. من دمر درنا يزورها بالأمس وكان له فيديو يقول فيه: امنعوا عنهم الغذاء والدواء والوقود، وهجرهم. اليوم يستعرض وبالأمس في درنا. إذن أنت أيها الشعب من تصنع القرار ومن تصنع المصير ومن توحد ذاتك وترقع نسيجك وتلملم أشلاءك وتجمع أطرافك. قولوا معا: مصابنا واحد وظالمنا واحد، هؤلاء هم ظلامكم، فاتحدوا عليهم، هذه فرصتكم. وليبيا فيها الخير وليست فقيرة، وبالإمكان في ظل حكومات منتخبة وراشدة ومجلس نواب منتخب وحقيقي أن يعيش الليبيين كرام أحرار شرقا وغربا وجنوبا، ويعيش معنا حتى ملايين آخرين. لكن في وجود هؤلاء ستظل برقة محرومة، والجنوب مهمش ومحتل، والغرب فيه من بؤر التهميش ما يقشعر منها الأبدان. لماذا؟ لأن هؤلاء سراق يريدون الحروب، استولوا على السلاح والمال والسلطة وعبثوا بكم وزجوا بكم في حروب السلطة التي خاضوها على أشلائكم. اتفقوا يا ليبيين كشعب، فأنتم كشعب أقوى من الأقوياء، أنتم أكبر منهم جميعا إن اتحدتم، ولا تخشوهم، إنهم يخشونكم. هم الآن يرتعدون، يخشون غضبكم، يخشون أن تخرجوا عليهم كالطوفان تمسحوهم وترموا بهم في عرض البحر. فكونوا إعصار الشعب وطوفان الشعب على هذه القذارات التي لوثت ليبيا وجعلتنا أضحوكة أمام العالم من حكومات متوازية تصرح وتنافق وتناكف وتكايد في مشهد مضحك لكل متابع وراصد دولي. لكن الأجمل حتى اللحظة هو الشعب الليبي الذي يتضامن ويقدم الإعانات من الغرب والشرق والجنوب. هذه الصورة الحقيقية لليبيا التي يرسمها الشعب، ولا سلاطينه وسلطاته الحاكمة المفترسة من المافيا السلطوية. كونوا في الموعد وقرروا مصيركم قبل أن يقرروا هؤلاء.